هي لا، السلام عليكم. انا نهار 17 فهاد الشهر 9 كنت واجهت من مراكش على ود نشوف الطبيب على ود الحالة اللي عندي. انا عندي عملية بغيت نديرها، ملي لحقت المحطة الناس اللي غادي عندهم كياخذوا المواعيد مع الناس، ماشي من كلشي كيستقبلوه، فكان ماشي بحال الايام العادية. ما المرض هذا اللي كاين دابا، انا ما درت معهم لا مواعيد لا والو، رجعت للدار. ملي رجعت انا للدار لحقت دخلت درت سالو دخلت، وكان لقى السيد مع مرتي انا هنا في الدار في البيت، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ملي قربت انا خلقت المرأة يزعل شي شوية بيني وبيني، بلاتي لاش مشيتي لاش رجعتي لاش. المهم هما وجدوا خططوا القضية، انا المرض فعتني لاحتني على هذه الطبلة هنا وتحت الارض، والسيد ملي لقى منيني خرج زاد وشفته على وجهه وعرفته، والمرأة حمل جمع داكشي اللي كاين بينه وبينها، لا في الاوراق ولا حالة المدنية ولا العقد ولا الوثيقة ديال هاد الدار. واحد المبلغ كاين هو باش بغيت نتقدم انا عند هذا المستشفى، وخرجت وبقيت صدمت انايا وبكيت وتعجبت في هذه الحاله. 26 سنه واش انا ديما مستحمل هذه القضيه، اللهم ان هذا الملك. خرجت للشارع شي شويه بقيت حتى طلع خرجت غاديه بهذيك البلاستيكه. انا شي حاولت باش نحيدها ليها، انا ما عنديش القوه باش نواجهها. يدو حدا شديت فيها رمتها للدري، والدري كلفته باش يلحقها لهذاك السيد اللي خرج من الدار لدارو. حكم انه انت كتعاني عندك مشكل في رجليك، شنو المشكل؟ عندي شلل، تشلو عليا رجليا، رجعت عندي اعاقه. هاد الحاله ملي كنت انا بصحتي راه كنت خدام بخير وعلى خير، كنخدم اللي دابا انا داير هكا، وربنا هاد الحاله ما استحملتهاش فيا ولا شوف الله تعالى اعلم كيفاش. كانت السيده مزيانه معايا، ما نكرش الخير، مزيانه قومت بالواجب بيني وبينها، ولا وليدتها ولا فدارها ولا كل شيء. ولكن في هاد الاخر هذا انا حسيت حسيت بما راه كاين شي حاجه بينه وبين هاد المراه، بينها وبين شي، انا عندي الشكوك. والنهار اللي رجعت انا للدار لقيت هذاك السيد تما صافي تفاريت، وحاولت في الشارع باش نحيد لها هذيك البلاستيكه، عطاتها لولدها قالت لي ديها الفلان، وجراو الناس وطلبتهم بما راه فيها ورقي وفيها كل شيء، ما سكروا ليه شيء باش يجدو. ومشى الاخر تبعو حتى للدار عند هذاك السيد، دخل قال له هذاك الولد اللي دخل عندك داك الشيء اللي هز راه باه في الشنطي راه با يسخف با يموت لينا. قال لي هذاك الشيء راه دابا الدري جا عندي انت، سير الله يعاونك. وبقيت وحاولوا معايا الناس يصبروا فيا وداك الشيء، شويه هو غادي للخدمه ما شافني انا حتى شديت فيه شديت فيه. قلت له الشيء اللي درتي معايا اليوم ما كيديروش العدو لخوه، وتكرفتي عليا وشوهتيني دابا قدام الناس وحطمتي الرقم ديالي انايا بيني وبين ولادي. ما حاولتيش انت تديكلاري بهذا السيد هذا ولا المشكل هذا؟ اي مشيت ديكلاريت نفس النهار نفس الساعه اللي تفوت معاه، انا مشيت للبريكاد ومشيت دخلت عندهم وقالوا لي المشكل اللي عندك. قلت له المشكل كيفاش السيد لقيته انا في داري وهرب ورماتني المراه وهزوا لي اوراق ديالي والواقع عنده في الدار. قالوا لي غادي تمشي دابا انت دير هذا اقوال عند كاتب عمومي، ومشيت انا عند كاتب عمومي وعاودت لي. قال لك اقوال عند كاتب عمومي؟ فدخلت لابريكاد اللي في المسعود، ايه هنا في ايتورير في لابريكاد ديال ايتورير. قالوا لي غادي تمشي عند كاتب عمومي، ومشيت لانه السلطان هذاك الشيء اللي قالوا لي هو اللي درت. انا ما عرفت ما ندير، صرحت لهذ الحاله ما عرفت فيها ما نسبق ولا ما نقر. داك الشيء اللي قالوا لي هو اللي درت، مشيت كتب لي هذاك الشيء اقوال ديالي وديتهم للمحكمه. المحكمه عطاوني النمره ديال الفاكس والنمره التليفون السيد اللي غادي نتصل به واش لحق ولا ما لحق، وصيفط ليه داك الشيء من الفاكس وهضرت معاه قال لي راه لحق. كيفاش صيفطتي من الفاكس؟ اي من الفاكس ماشي من المحكمه، المحكمه قال لي ما غاديش تدخل، غادي تمشي تصيفط هذا الشيء هذا من الفاكس ديريكت للمحكمه عند الوكيل الملك. اشنو صيفطتي له في الفاكس؟ الاوراق اللي صيفطتي عند الكاتب؟ الكاتب عمومي ها هما في جيبي، الا بغيتو تقراوهم ولا تشوفوا داك الشيء ها هو كاين، وحتى داك الشيء باش صيفط راه كاين عندي، والنمره اللي عطاوني في المحكمه هي كاينه ديال الفاكس، ولا حتى السيد اللي هضرت معاه والصوت ديالو راه باقي مسجل عندي انا في التليفون. يعني انت درتي شكايه للمحكمه عبر الفاكس؟ هذا الفاكس داك الشيء اللي قالوا لي غادي اللي درت. وهذاك النهار انا فهم المحكمه ومرتي هي وولدي واختها وبنت اختها وتجمعوا باش يديروا الشكايه بيا انايا، وفعلا داروها ملي زدت انا وقفوا حتى وداروا الشكايه وجاتني الشكايه ديالهم. انا ما عرفت علاش داروها، انا جاتني استدعاء كاينه في جيبي. مشيتي؟ لا باقي فيها حتى النهار 20 فهاد الشهر 10 عاد غادي نمشي باش نشوف شنو كاين. ومن بعد ثاني جات لهنا للدار وردوها لنا، جا عندي واحد السيده هو انا قال لي راه ولادك غادي يرجعوا. قلت له انا الدار راه محلوله على وجهها، لا ولادها راه كيدخلوا ويخرجوا، انا ما نمنعش. الام الزوجه ديك حاليا فين ساكنه؟ فين جالسه؟
دابا دابا كاينه عند واحد اختها، هي هنا اختها بنت اختها قاعده عند بنتها، وبنتها هي دابا هي الأم اللي في الصف ديالها. فهاد الشيء هذا راه جاني التهديد منهم بما انا ما ندير حتى شي حاجه في هذه القضيه هذه. هدتني اختها قالت لي غادي تندم، غادي نشردوك، غادي نديرو ليك، غادي. وبنت اختها هي دعمت القضيه عندهم، عندهم تمس عليهم الله. قالوا لي لا زدتي بهذا الشيء هذا ولا شوهتي كرامتنا ولا شي حاجه، غادي 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 نرمي كل شيء وغادي نتكرفصوا عليك باي طريقه. شحال المده وانت مزوج مع السيده؟ 26 سنه. عندي جوج، واحد دابا عنده 22 سنه وواحد عنده 13. وهي راه عندها 44 سنه. والسيده ما بقاش كتقبل مني حتى شي حاجه، دابا راه هي من البارح خارجه ما عرفتش. شحال شحال في الفتره الاخيره فاش حسيتي بمرتك ما بقاش تتعامل معاك بحال الاول؟ حسيتي شحال تقريبا حسيت بمرتك متغيره؟ هذه انا من الشهر واحد، من الشهر قبل ما يكون الحجر الصحي، وهذه السيده وقعت تباعد بيني وبينها. هذه القضيه دارتها ومن ثم دخلني الشك وبقات علي انا راه مريضه، انا دايره فعلا، وهي كتخرج بلا ما نقول لها فين غادي ولا تقول لي هذاك الشيء ما تسولني فيه، نمشي فيما بغيت وندخل فيما بغيت، انا حر اللي عندك ديرو، ندخل ونخرج. وبقات القضيه هكا، وبقات القضيه، وكنحاول ندير مع الحوار وكنطلب منها باش تراجع على وجه الله تعالى وليدات، وما خليت ما درت معها. وهاد الاوراق اللي دات لك السي حسين شنو فيهم؟ دات حاله المدنيه فيها العقد الزواج ديال بيني وبينها، وفيها الوثيقه ديال هذا الدار هذه، ودات لي 6000 درهم. هذيك 6000 هي باش بغيت نتوجه للطبيب. وداك الشيء ملي داته راه قلت لك ملي خرجت للشارع راه صيفطته للدار عند هذاك السيد، اللهم انا هذا المرق. ودابا شنو باش تطلب؟ انا كنطالب غير بحقي انا اللي تدخل ليا في هذه القضيه عند المخزن، بغيت انا حقي من هذا السيد هذا اللي تكرفت عليا، لا هو ولا هي، لانه هذه الحاله ما يمكنش انا نستحملها، واخا انا ضعيف، واخا انا ما عنديش، واخا انا انسان فقير، واخا داير العكاكز، النفس ديالي ما خلاتنيش انا نعيش مع هذه الحاله هذه. وحطم لي الرقم، حطمني انا تحطمت، 26 سنه راه ماشي سهله. واتجهت للمخزن انا لا شيء اي والو، انا الدعوه دارت بيا ثاني، الدعوه الثانيه كطلب فيها الطلاق، اذا هاد جوج الدعوات اللي دارت هي راه ما كاينين حتى مشيت للمخزن. يكون كانت تضرت مني ولا شي حاجه غادي ديرهم قبل مني، قبل ما نمشي انا للمخزن. يعني هي رفعت دعوه الطلاق من بعد ما حصلتيها؟ اي مشات درت الشكايه من بعد ما صحلت حصلتها في نفس النهار اللي تقدمت انا ندير الشكايه. وقعدت ثاني حتى لهنا هنا، وجات دارت واحد ازعاج هنا في الدار، لانه الدار فاش قاعده هي بايجي مولاها ما بغاش يلقاها تما، وجاو الناس قالوا لي راه قلت لي تدخل دار عادي، انا ما نقول عليها ما نقول لها ما ندير حتى شي حاجه، وانا ما نخسر لها خاطرها منها لهذاك اللي خلقها. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.